كابتن جمال بالماضي ليه يعني سي في مليء بالبطولات مع منتخبات اخرى غير منتخب الجزائر، ولكن شكل اللي ظهر بيه مع منتخب الجزائر منتخب بلاده الروح مخليه الصوره تكتمل، صوره فنيه روح. الشكل العام دوت ممكن يكون بمثابه مصدر نجاح لتالق او فوز منتخب الجزائر بالبطوله. طبعا طبعا، يعني بص المنتخب بتاع الجزائر السنه دي المنتخب بيفكرني منتخب 2008 بتاع كابتن حسن شحاته. من اول ماتش احنا الظروف كمان متشابهه، لان احنا لعبنا الكاميرون في معانا في المجموعه ولعبناهم في الفاينل، فمن اول ماتش كسبنا الكاميرون 4 وحسسنا لا احنا مش جايين حامل لقب عشان بس نلعب كام ماتش ونخرج، لا جايين ناخد البطوله الثانيه، لان كنا احنا حامل لقب من 2006. فانا فنفس الظروف نفس اللاعبين اللي في كل مركز تلاقي اثنين وثلاث لاعبين، مدير فني قوي جدا، روح وحماس في كل الماتشات، فهو بيشبهني بالظبط بمنتخب 2008. ف يعني لو الكره عادله انا شايف ان الجزائر هي اللي هتاخد البطوله.